السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي المجاهد، شو رأيك باللي عم بصير بالشمال السوري؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحن ما بريد نصير هالشيء هذا عنا داخل سوريا، لأني في قدامنا نظام طاغية كافر، يعني لازم نسحقه من هالبلاد. وثانيا بدل ما يتقاتلوا ببعضهم ويعملوا هالمشاكل هاي، نحن هلأ على جبهة ملوك المشرفة على حمص، يتفضلوا لعنا نحن على الجبهات لنفتح حمص. العالم عم تموت جوا، حمص المحاصرة يعني عم تناشد من زمان ما من هلأ، يعني لازم نناصره، يعني حاج بقى وما وقتها هلأ نحن نعلق في بعضنا. مثل ما قلنا لكم يعني هلأ قدامنا نظام طاغي كافر، هو وحزب الشيطان وإيران، نحن ما لازم نسكت لهالشي هاد وما وقتها نعلق في بعضنا هلأ. واللي بيحب يشرف جبهة حمص مفتوحة، ونحن هلأ على الجبهة مرابطين بإذن الله. الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير، الله يصبح ويهديون، الله يثبت أقدامكم وينصركم على القوم الظالمين. آمين 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 يا رب.